انا شايفك انت مستني فرصة او الطرف التاني يكون، يعني لو الحاجات دي حصلت من طرف تاني يكون هو اللي مستني انك تديله فرصة. في فرصة هتتقدم لك، وشايفاك بتتغير تماما، يعني بتحاول تاخد الامور بشكل هادي جدا، بتحاول تروض كل اللي حواليك او الطرف التاني. يعني انت بتستعمل معاه اسلوب مختلف تماما، اسلوب فيه ذكاء وفيه حكمة وفيه هدوء، او الطرف التاني هو اللي ناوي يعمل معاك كده. يعني لو هو اللي ماشي وهو اللي غلطان، هو يعمل معاك كده، يبعد عن العصبية والحدة في الكلام، ويبتدي يتعامل معاك بشكل شوية فيه سياسة، يعني شوية فيه سياسة، فيه تفاهم، عايز يسيطر عليك أو على تفكيرك من الناحية دي، بس مش بشكل وحش، يعني بشكل كويس، مش يسيطر على تفكيرك بشكل وحش، لا بشكل كويس. أو أنت اللي جايلك بعد كده برج العذراء، أنا شايفة في عندك انتصار، انتصار في العلاقة العاطفية، يعني بعد تعب وبعد جهد كبير جدا لبعضكم، ممكن في علاقة تعب فيها كتير، لبعضكم ممكن تكونوا كنتوا منفصلين، لبعضكم ممكن يكون غير مرتبطين رسميا، وانت حاسس ان انت تعبت في العلاقة دي او قدمت فيها وقت كتير ومن غير فايدة، فالعلاقة دي زي كمان ما شفنا في الطاقة بتاعتك، انت العلاقة دي هيحصل فيها انتصار بشكل او باخر. لكن انا شايفة ان انت كمان ممكن تكون بتتعامل، يعني انت ظاهر لك هنا في كارتين انتصار في علاقة، انت ممكن تكون موجود في علاقة هي فيها توأم روح، يعني علاقة فيها حب متبادل، انت بتحب الشريك والشريك كمان بيبادلك نفس الشعور، هو كمان بيحبك. حصل فيها شوية قلق، شوية زعل، شوية غموض، حاجات غامضة عنك او عن الطرف التاني، لكن بعد التعب اللي انت تعبته ده في انتصار. يعني انت الكارت بتاعك اللي انت بتشتغل فيه او بتشتغل على علاقة او انتظارك او جهدك ده كله، الكارت ده جنبه من الناحية اليمين ومن الناحية الشمال كارتين انتصار، فانت عندك انتصار ورجوع، يعني ممكن اللي مستني رجوع لشريك منفصل عنه في رجوع ان شاء الله، انا شايفة في رجوع وترسيم للعلاقة، في فرح، في سعادة، في زواج، البعض ممكن خطوبة وارتباط، يعني بعد فترة ألم ومعاناة كبيرة جدا، فترة حسبت فيها نفسك مين غلطان، حسبت فيها نفسك انت كمان، شفت نفسك ان انت كنت غلطان في حاجات، او في حاجات كنت متسرع او متهور فيها او ما فكرتش فيها قبل ما تعملها. يعني بعد كمان العلاقة انت كنت فيه، بعضكم كمان كان في علاقة هو فقد فيها الامل تماما، يعني وممكن كمان اقول انها علاقة يعني كان مقدر ليها الانتهاء، علاقة مقدر ليها الانتهاء برغم صعوبة وبرغم مواجهات وبرغم تحمل وبرغم انك ممكن تكون انت او الطرف التاني تحملت فيها كتير او قلت يعني نحاول ان العلاقة دي ما تنتهيش او انها تستمر، لكن هي يعني هنا الطارو بيقولك انه ده كان قدرا لازم يحصل، لازم يحصل لدروس، ممكن تكون دروس، ممكن تكون علشان بعد كده تكون حذر، تخلي بالك. شايفاك كمان بني صور حوالين علاقتك وحوالين بيتك فيما بعد، وانك تخلي بالك من حياتك العاطفية او العائلية في الفترة اللي جاية ان شاء الله، تخلي بالك كمان على مجهوداتك، يعني انت في علاقة قدمت فيها مجهود كبير قوي، لكن شوية كنت متهور او الطرف التاني كنت بتتعامل مع شخص متهور او مش يعني مش مقدر مسؤولية العلاقة او مسؤولية زواج او مسؤولية ارتباط،
شايفة في تغيير جاي في الفترة اللي جاية، في ترسيم العلاقة، في رجوع في رجوع لمنفصلين، شايفة كمان ممكن تكون بتتعامل مع يعني مع طرف تاني يكون مختلف عنك، يعني انتوا الاتنين تكونوا مش شبه بعض، تكونوا جنسيات مختلفة، او انت في بلد وهو في بلد، لكن في بينكو تواصل روحي قوي جدا، انتوا الاتنين بتفتكروا بعض كتير، بالذات في فترة بالليل كتير بتفتكروا بعض كتير، شايفة الطرف التاني حزين حزين بسبب البعد. كمان انا شايفة هنا ابراج عقرب وسرطان معاك يا برج العذراء، والابراج النارية كمان معاك، لكن شايفة في قرار بخصوص العلاقة دي اللي فيها تباعد، شايفة في قرار انت هتاخده، يعني بعد سماعك لأخبار، يعني ممكن في أخبار تسمعها قريب بناء عليه انت هتاخد قرار، ولو بعضكم في وضع متوقف او معلق او بقاله فترة مش بيتغير، انت هيكون في ايدك القرار، انت هتاخد القرار، بس بعد ما في اخبار هتسمعها، خبر او اتنين، هي مش اخبار سيئة، لا هي اخبار كويسة، فانت هتاخد قرار، والقرار ده هيكون سليم، لانه انا شايفاك تفكيرك فيه هيكون بعقلك اكتر حاجة، مش مدخل فيه العاطفة خالص، هيكون بعقلك بس، فشايفاك في الفترة اللي جاية ان شاء الله في قرار هتقدر تاخده، وشايفة ان انت مستني فرصة، او الطرف التاني مستني انك تديله فرصة تانية، لكن في بعدها ان شاء الله ترسيم لعلاقة او زواج، وفي ارتباط او رجوع لشخص هو بالفعل توأم روح، او للعازبين ممكن تكون في ارتباط مع شخص توأم روحك، او هتقابل توأم روحك ان شاء الله في القريب، وهيحصل ترسيم للعلاقة دي، وشايفاك منتصر منتصر مرتين يا برج العذراء ان شاء الله. النصيحة بتاعتك، اول هقول الطرف التاني بيفكر فينا ازاي، انا شايفة الطرف التاني بيفكر، ممكن زي ما قلت في بعضكم الطرف التاني يكون مسافر، او انتم متباعدين مع بعض، في اخبار هتسمعوها، بعضكم في علاقة ثلاثية، لو هو في الطرف التالت في عنده علاقة ثلاثية، في قرار هيتاخد، قرار ده هيكون فيه عدل، الطرف التاني ده تفكيره، قرار لازم ياخده، لازم القرار ده يكون فيه عدل بخصوص العلاقة الثلاثية، لو ما فيش علاقة ثلاثية يبقى القرار ده هيبسطكم انتوا الاتنين جدا، وهتحتفلوا بيه انتوا الاتنين، يعني القرار اللي هيتاخد ده مش حاجة هتكون ضد مصلحتك، لا انتوا الاتنين هتكونوا متفقين، وانتوا الاتنين هتحتفلوا بيه وهتكونوا مبسوطين جدا. شايفة الطرف التاني بيفكرك كتير، بيبص عليك كتير، ممكن بيتواصل معاك روحيا، في تفكيره فيك بشكل متواصل، لو انت بتفكر فيه حاليا هيكون بالاكتر بسبب تفكيره هو فيك والرسائل اللي هو بيبعتها لك، شايفاه بيبص عليك، بيراقبك، بيفتكر ذكرياتكم مع بعض، بيفتكر كلامك، تصرفاتك، شايفاه كمان ان هو بيشوفك انت ليه البصان، يعني انت الشمس وانت السعادة وانت الحياة اللي هو عايز يعيش معاها، ده اللي انا شايفاه من تفكير الطرف التاني في الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا يا برج العذراء. النصيحة بتاعتك يا برج العذراء للفترة اللي جاية، عايزين نشوف انت حاصل لك ايه، وايه نصيحتك اللي تارو بيقدمها لك. تارو بيقولك استشفي، حاول تاخد وقت مع نفسك، تاخد وقت مع نفسك، ان انت تفكر، ان انت تسيطر على نفسك، على اعصابك، ان انت تتخلص من الجروح ومن الالام اللي موجودة عندك، وانك تطلع من المسؤوليات ومن كل الاعباء اللي انت حاسس بيها، لا خرج كل السيوف دي من جسمك ومن طاقتك ومن حياتك، وابتدي تستشفي، تقعد لوحدك، تعمل تأمل، تعمل استشفاء، يعني اخرج من الطاقة السلبية، وحاول تفكر بهدوء علشان توصل لحلول، او عشان توصل للمراحل اللي احنا اتكلمنا عنها في القراءة،
الحياة السعيدة والمستقرة واللي احنا شفناه في القراءة. كمان بعضكم ممكن يكون بينصحك لو انت مدمن على شيء ايا كان الشيء ده هو ايه، يعني متعلق بشخص جدا، انك حاول تخرج من الطاقة دي، تستشفي وتخرج من الطاقة دي. مدمن على تعاطي اي شيء، سواء كان في الاكل او في الشرب او اي حاجة انت بتعملها بشكل مفرط، حاول ان انت تخرج منها. كمان لو انت بتمر بحالة غضب شديدة من الشريك، حاول ان انت تخرج من الحالة دي. كمان لو بعضكم بيعاني من طاقة سلبية في حياته، سواء سحر او حسد، كمان التارو بينصحك انك تتخلص من الطاقة دي. فانا يعني قريتها على كل الاوجه، يعني ايا كان الحالة السلبية اللي انت بتمر بيها او الموجودة حاليا في حياتك، سواء اي حاجة من اللي انا قلتها او كلهم، حاول انك تستشفي منهم او انك تتخلص من الحالة السلبية اللي موجودة محيطة بيك في حياتك. كمان يعني هنا بيطلب منك انك في النصيحة انك تحاول تفكر بحكمة، تفكر بعقل، تستكشف الامور، تفكر اكتر. كمان عايز يقولك بعمق، يعني ابعد عن العاطفة وفكر في عمق الاشياء، ممكن تكون باللي يخص العلاقة، يعني ايه اللي يوصل الامور لكده، ايه اللي ممكن الحلول اللي ممكن نعملها علشان الوضع العاطفي بتاعنا يتحسن. هو هنا مطلوب منك انك تفكر بشكل عميق جوه الحالة نفسها، مش بشكل عشوائي ولا بشكل خارجي يعني من بره، لا اكتشف وتعمق جوه الحالة العاطفية بتاعتك. يعني احنا هنا بنتكلم عن الحالة العاطفية، فالمقصود بيها هنا الحالة العاطفية بتاعتك. ابعد عن اللوم كمان وعن العتاب في الفترة اللي جاية، لان انت عندك حاجات كتير قوي ملخبطة لك دماغك. ما تخليش يكون عندك كمان اختيارات كتير قوي عشان ما تتلخبطش وتبتدي تلوم نفسك كتير او تلوم الاخرين كتير. ابعد عن الحاجتين دول، التشويش في الافكار او انك تكون حاطط حاجات كتير قوي في دماغك لدرجة انك مش قادر تفكر في حاجة معينة. الدارو بينصحك انك تبعد عن الطاقة دي او الطريقة دي في التفكير. لا، خليك خد وقت كده مع نفسك لوحدك، وقت هادي، واكتشف، فكر بعمق بعيدا عن الضبابية وبعيدا عن التفكير في حاجات كتير كلها متداخلة مع بعض تؤدي لان انا الوم نفسي او عاتب نفسي او الوم الطرف التاني كتير وعاتبه كتير، وده يؤدي لمشاكل اكتر في العلاقة، او يؤدي لانك انت تقعد تحاسب نفسك كتير قوي. يعني ممكن تكون بتدخل نفسك في دوامة ما بتخلص بسبب الافكار الكتير او تداخل الافكار في دماغك. لا، خد وقت مع نفسك واهدأ، ابعد عن الغضب، ابعد عن الطاقات السلبية، وابعد عن انك تلوم نفسك. ما تلومش نفسك، ما تلومش الطرف التاني، لا. اعمل ايه؟ اختلي بنفسك وفكر بعمق اكتر في العلاقة. القراءة بالنسبة لك انتهت، برج العذراء. ان شاء الله بالتوفيق والسعادة والحياة الجميلة لكم جميعا وكل الابراج يا رب. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوا مني بقية القراءات، وكمان عن الصحة والمال والعمل والسفر. وشكرا للمتابعة. برج العذراء.